نفذ العشرات من المواطنين في تعز وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة للمطالبة باستكمال تحرير المحافظة وفك الحصار عنها. خلال الوقفة دعا المتظاهرون مجلس القيادة الرئاسي إلى دعم الجيش الوطني بالعتاد الكافي لإطلاق معركة التحرير ورفع الحصار عن المدينة. كما ردد المتظاهرون هتافات تذكر بالدور النضالي للقيادي في المقاومة الشعبية ضياء الحق السامعي، حيث توافق الذكرى الأولى لاغتياله هذا الأسبوع. ميليشيات ناقضة للعهود وميليشيات غدارة هي وأسلافها من سابق، ولذلك هي دعوة اليوم للجيش الوطني وللمقاومة الشعبية أن يستعدوا للمعركة الفاصلة، لأن هذه الميليشيات لا تفهم إلا لغة القوة، لا ينفع معها حوار ولا تنفع معها هدنة. فكما سبق كم هدن وهي تنقذ هذه الهدن وتنقذ العهود والمواثيق، ولم يتحقق من ذلك شيء. لذلك هي دعوة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ولكل أحرار اليمن أن يقفوا اليوم صفا واحدا في وجه هذه الميليشيات.